بدأت وزارة الداخلية في تطبيق منظومة إلكترونية على مطالع ومنازل الكباري اعتبارا من بداية العام الجديد لرصد مخالفات الانتظار الخاطئ والتي تتسبب في وقوع الحوادث وتعيق الحركة المرورية. الطرق هي شرايين الحياة والتنمية على أرض الوطن. حققت الدولة في إنشائها طفرة كبيرة في أمانها واتساعها وكفاءتها، ليصل المواطنون لوجهتهم في أمان وفي أقل وقت. وفي إطار المتابعة الميدانية للحركة المرورية على هذه الطرق والمحاور بهدف تحقيق أقصى درجات السيولة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات، فقد تم رصد سلوكيات خاطئة لبعض قائدي المركبات تتعلق بالانتظار الخاطئ بمطالع ومنازل الكباري. والتي تتسبب في وجود تكدسات مرورية وحوادث نتيجة لإعاقة الحركة المرورية. من هذا المنطلق فقد استحدثت وزارة الداخلية منظومة إلكترونية بمطالع ومنازل الكباري لرصد مخالفات الانتظار الخاطئ التي يرتكبها بعض قائدي المركبات وتتسبب في إعاقة الحركة المرورية، إضافة إلى الحوادث والتكدسات الناجمة عنها. هذه المنظومة سيتم تفعيلها اعتباراً من بداية العام الجديد، وتهيب وزارة الداخلية بقائد المركبات الالتزام بقواعد المرور من خلال تجنب الانتظار الخاطئ بمطالع ومنازل الكباري، حيث سيتم الرصد الإلكتروني الفوري لتلك المخالفة حفاظاً على الأرواح والممتلكات ولتحقيق السيولة المرورية.